لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، قال الشيخ صديق حسن خان في حسن الأسوة فيما ثبت عن الله ورسوله في النسوة: بما ثبت من الله ورسوله في النسوة. انت حطوا ليه؟ مش هنكمل؟ قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال: تأكيد للدلالة على أن هذا التقدير حولين كاملين، كلمة كاملين، أن هذا التقدير تحقيقي لا تقريبي، وفيه رد على أبي حنيفة في قوله: إن مدة الرضاع 30 شهرا، لأن 30 شهرا تتضمن الحمل، وحمله وفصاله 30 شهرا، وعلى زفر في قوله أنها 3 سنين، ذلك لمن أراد أن يتم الرضاع. فيه دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتما، بل هو التمام، ويجوز الاقتصار على ما دونه، وليس له حد محدود، وإنما هو على مقدار إصلاح الطفل وما يعيش به. يعني هذا الأمر إنما يلجأ إليه عند النزاع، أن يقدر الرضاع بالحولين إذا كان أحد الزوجين أو الزوج ومطلقته، مطلق ومطلقته، أحدهما يريد الإتمام والآخر يريد الفصل، يريد الفطام، فيمضي قول من قال بالإتمام، ويلزم الزوج الإرضاع إلى أن تتم فترة الرضاعة الحولان. والعبرة بالحول هو الحول القمري، 12 شهرا قمرية. قال: والآية تدل على وجوب الرضاع على الأم لولدها، وقد حمل ذلك على ما إذا لم يقبل الرضيع غيرها. لأن الله قال: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. إذن هذا يجب عليها إذا كان الطفل يقبل ثديها ولا يقبل غيرها، والأب يعرض نفقة كافية ترضاها الأم في حالة الانفصال. قال: وعلى المولود له، أي على الأب الذي يولد له،
وآثر هذا اللفظ دون قوله وعلى الوالد للدلالة على أن الأولاد للآباء لا للأمهات، يقصد في النسب، ولهذا ينسبون إليهم دونهن كأنهن الأولاد يريدن لهم فقط. بل هذا والله أعلى وأعلم، لأجل أن يبين سبب استحقاق النفقة على الأبي، لأنه مولود له، قد ولد له بسببه. وإن كان المعنى الحقيقي للولادة إنما هو للأم، فالأم هي التي ولدت والأب قد ولد له، وسمي والدا تغريبا، الوالد زي ما يعني تغريبا لجانب الأم لأنه قد تسبب في هذه الولادة. فالظاهر أنه ذكر أمر المولود له ليبين أنه الذي حصلت الولادة بسببه، وأنه ولد له، وهذا بلا شك يعني منزلة عظيمة تستوجب، أو نعمة عظيمة تستوجب أن ينفق على ذلك المولود. يقول ذكر معناه في الكشاف، كشاف ده اللي هو الزمخشري. وعلى المولود له رزقهن، أي الطعام الكافي المتعارف به بين الناس. وإلا فطائفة من العلماء تقول بالتقدير بالكيل، منهم من يقول مد، ومنهم من يقول مدين كل يوم. اختار هو ما هو الصحيح، أن ذلك بالمعروف ما يتعارفون به أيضا، الطعام الكافي المتعارف به بين الناس، يعني في زماننا لا يصلح الشعير، رغم أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع خبزا ويأكل الناس الشعير لأنه قرين القمح ويصنع منه دقيق، بل كانوا يأكلونه غير منخول لأنهم لم يعرفوا المناخل. العبرة في كل زمان بما تعارف الناس عليه، وفي كل مكان كذلك، فما كان من طعام في الشرق لم يكن طعاما في الغرب. قال رزقهن الطعام الكافي المتعارف به بين الناس، وكسوتهن أي ما يتعارفون به أيضا. الحمد لله. بالمعروف أي على قدر الميسرة، وفي ذلك دليل على وجوب ذلك على الآباء للأمهات المرضعات، فهذا في المطلقات طلاقا بائنا. وأما غير المطلقات فنفقتهن وكسوتهن واجبة على الأزواج من غير إرضاعهن لأولادهن. وقال القرطبي الأظهر أن الآية في الزوجات في حال بقاء النكاح، لأنهن المستحقات للنفقة والكسوة، أرضعنا أو لم يرضعنا، وهما في مقابلة التمكين. لكن إذا اشتغلت الزوجة بالإرضاع لم يكمل التمكين ولا التمتع بها، فقد يتوهم أن هذه النفقة تسقط حالة الإرضاع، فدفع هذا التوهم بقوله وعلى المولود له. ثم قال في محل آخر: وفي هذه الآية دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لعجزه وضعفه، لأن
أنه إذا كان الوالد هو الذي يدفع نفقة الأم المرضعة فهذا لأجل الولد، فهذا يدل على أن نفقة الولد واجبة على الأب لعجز الولد، وهذه العلة ظاهرة جدا. وهذا يدل على أن هذه النفقة واجبة على الأب طالما بقي الولد عاجزا. إذا ظل الولد عاجزا، يعني في زماننا يظل الولد عاجزا عن الكسب إلى سن متقدمة، حتى الذكر يظل عاجزا عن الكسب حتى ينتهي من التعليم في كثير من الأماكن. ويعني حتى من تعلم تعليما مثلا متوسطا أو ابتدائيا ولم يجد عملا فهو عاجز، فتظل النفقة واجبة على الوالد لولده. يبقى إذن لابد أن نعلم أن هذه أن هذا الرزق الذي يكون للمرأة والكسوة للمرأة المرضعة إنما المقصود به إذا كانت مطلقة، وهي في حالة بقاء الزوجية واجبة، سواء استمتع بها الزوج استمتاعا كاملا أو لا، فهذا واجب عليه تأكيدا، بمعنى أنه واجب أصلي تم تأكيده حالة الإرضاء، وليس أنها تطلب نفقة وأجرة من زوجها أثناء قيام الزوجية على إرضاع الأولاد. قال: ونسبه تعالى للأم لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاع. له رزقهن وكسوتهن، هو في الحقيقة وجب ذلك لأجل الطفل، ولكن أثناء الرضاع فهو يصل إليه من خلالها بواسطتها. وأجمع العلماء على أنه يجب على الأب نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. انتهى. لا تكلف نفس إلا وسعها، أي من النفقة والكسوة، يعني كل إنسان على قدره، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. لا تضار والدة بولدها، أي لا تضار من زوجها، يعني يقصر عليها في شيء مما يجب عليه أو ينتزع ولدها منها بلا سبب. ده على الوجه الأول، لا تضار والدة، والدة هنا إعرابها إيه؟ نائب فاعل. في تفسير ثاني أن هي كلمة تضار تصلح الصيغة بتاعتها المبني للمعلوم والمبني للمجهول. لو أنا عايز أقول تضار يضار، لا يضار الأب بابنه، مش كده؟ نفس الايه؟ نفس الصيغة، يعني المبني للمعلوم والمبني للمجهول في الصيغة دي واحدة. وعشان كده في قول تاني إن معنى لا تضار والدة يعني أن الأم لا تضار ولدها، كأن تمتنع من الرضاعة رغم أن النفقة التي يعرضها كافية، وهي مقدمة في هذا الباب لتضر بولدها من أجل أبيه، إنها إنما تضر به من أجل أبيه، عايزة تضايقه في الولد، ترمهوله زي ما بيقولوا.
تبقى عارفه ان هو هيتبهدل الولد ده لو راح لحد تاني، ومع ذلك عايزه تغيظ الاب وتتعبه، تقوم تعمل ايه؟ تسيبه له، تقول له مش عايزاه. نعم، تأثم اذا كان هناك ايه؟ اذا كان يعرض أجرة المثل ونفقة ورزق وكسوة المثل ولا يضارها في ذلك. لذلك اللي يقول لك انا عايز الولد، عايز الولد دي في سن الحضانة، لا يجوز له الا اذا كان هناك سبب يقتضي ذلك من الام، كفسق وفجور، او انها تطالب بالمزيد عن المعروف، تطلب اكثر من المعروف. ففي هذه الحالة ان تعاسرتم فسترضع له ايه؟ اخرى. مصير الحضانة قرار الشرع ولا تابع القانون؟ القانون بيحاولوا يكبروا او سن الحضانة؟ القانون في سن الحضانة في تجاوز، هيأتي الكلام ان شاء الله. سن الحضانة الصحيح فيه انه الى 7 سنين ويخير الطفل. الطفل يخير ذكرا كان او انثى، ان كان يختار امه واجب على الاب ان يستمر في الفرق عليه واجره الحاضنه، واما اذا اختار اباه فهو الذي يتزوج ما لم تتزوج الام. يعني في احكام شرعيه في القانون، مش جاي من يعني من مجرد امزجه الناس. هو السبع ده عشان الحديث اللي ورد، ولا اعتبار لكونه ذكرا او انثى في هذا الاعتبار في هذا السن. يعني احنا عندنا الحديث ورد في سن 7 لطفلة، ولكن ما الفرق بين هذا وذاك؟ وما الذي يجعلنا نفرق حتى نحدد سنا اخر وليس هناك دليل؟ يعني احنا ما عندناش في تحديد السن غير الحديث ده، والحديث ده اللي هو ان يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوقى طفله بين ابويها وامرها او ان تختار، يعني امرها ان تختار بينهما، فكانت امها يعني ليست سويه، فقال اللهم اهديها، اختارت امها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهديها، فاختارت اباها. فده يدل على ان العبره، بعضهم بيقول ان هذا الامر للنساء للاطفال الاناث. ما عندناش دليل ثاني يخلينا نقول ان سن الحضانه محدد، فهما البعض الاخر بيجتهد يقول لا سن 9، سن 7 وهكذا، انه بعد سن 7 يجعلون الذكر مع الاب في حاجته الى تعلم الصنعه ونحو ذلك. هذا ليس صحيحا، بل يعني يعلم وهو يعني لمن اختار، كما لو اختارت يعني لو اختارت البنت يعني امها فهذا، او اختارت اباها، فعلى اي الاحوال الامر حسب المصلحه في ذلك. واختيار الطفل رغم انه قد لا يحسن معرفه المصلحه في تلك السن، إلا أن رعاية مشاعره مقدمة، رعاية مشاعر الطفل لأن لا يوضع حيث يكره وأن يوضع حيث يحب مقدمة. قال لا تضار والدة، أي بولدها، من زوجها بأن يقصر عليها بولدها، يعني بسبب ولدها، ولا مولود له بولده، أي لا يضار الأب بسبب الولد بأن تطلب منه ما لا يقدر عليه من الرزق والكسوة، وهذا إذا قرئ على البناء للمفعول. وأما إذا قرئ على البناء للفاعل فالمعنى لا تضار والدة بولدها فتسيء تربيته أو تقصر في غذائه، ولا والد بولده بأن يفرط في حفظ الولد والقيام بما يحتاج إليه. طب الكلام ده بقى في عدم في مسألة الإضرار حتى ولو كانت الزوجية قائمة، احنا الكلام في النفقة والكسوة بس هي اللي فيها ايه؟
تفريق بين المتزوجة وغير المتزوجة، لأن غير المتزوجة أقصد استغفر الله، لأن المطلقة تجب نفقتها وكسوتها من أجل الإرضاع، وأما المتزوجة فنفقتها وكسوتها من أجل الزواج، ولكن أن الإرضاع داخل في ذلك. لكن مسألة الإضرار غير جائزة، يعني التفريط غير جائز سواء من الأب أو من الأم. مسألة يعني الكلام ده كلام مهم جدا، لأن لا يفرط الأب في حفظ الولد والقيام بما يحتاج إليه، يعني لابد أن يكون مراعيا له، ما يسيبوش في الشارع في زماننا بهذه الطريقة، أو يتركه طول النهار والليل لا يبحث عن دينه ولا خلقه، خصوصا إذا بلغ سن 7. ولا يضر في النفقة أيضا، لأن ذلك إذا أضر بها زي ما بعض الآباء يروحوا جايين سايبين الأسرة كلها ويمشوا، ولا ينفق ويترك النفقة، وتظل الأم هي يعني التي تبحث يمينا وشمالا كيف تنفق على الأولاد. لا شك أن هذا من أعظم الإضرار، أن يترك الأب الأسرة ويعني يمتنع من الإنفاق والكسوة، سواء كان ذلك في سن الرضاع أو بعد سن الرضاع لعموم الآية الكريمة. قال: أو يقصر في غذائه. قال أو يقول وقدم أو تقصر في غذائه، ولا والد بولدي بأن يفرط في حفظ الولد والقيام بما يحتاج إليه. وقدمها: لا تضر والدة إذا كانت على صيغة الفاعل، اللي هي إن ده إن والدة فاعل، لا تضر هي بولدها. قدمها لفرط شفقتها، وأضيف الولد تارة إلى الأبي وتارة إلى الأم للاستعطاف، يعني مولود له بولده، والآية الأخرى ولا تضر والدة بولدها. والصحيح في القراءات المختلفة دي أو في الوجوه العربية حتى أن كل منها صحيح يدل على معنى. إذا كانت القراءات المختلفة كالآيتين إذا كانت تحتمل معاني متعددة، فمثل هذا إذا كان اللفظ مشتركا فلا مانع من حمله على المعنيين ويكون اللفظان كالآيتين. قال: للاستعطاف لا لبيان السبب، أضيف تارة الولد تارة إلى الأبي في قول وعلى المولود له، وتارة إلى الأم للاستعطاف، اللي هي ولا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده. أو ده الاستعطاف اللي قاله هنا خلاف اللي قاله العناء على الزمخشري هناك، وده الأقرب، إن ده استعطاف له علشان يرعى ذلك الولد اللي احنا قلناه في الموضع الأولاني. يقول: إذ لو كانت له لم تصح إلا للوالد، لأنه هو الذي ينسب إليه الولد، وعلى الوارث مثل ذلك. قيل: هو وارث الصبي، إذا مات أبوه كان عليه إرضاعه. قال أحمد وأبو حنيفة: على خلاف بينهما، هل يكون الوجوب على من يأخذ نصيبا من الميراث، أو على الذكور فقط، أو على ذي رحم له وإن لم يكن وارثا؟ كلام الحنفية بيقول على كل على ذي رحم وإن لم يكن وارثا، يعني ممكن يوجب على الخال. وقيل: وارث الأبي تجب عليه نفقة المرضعة وكسوتها بالمعروف إذا لم يكن للصبي مال، فإن كانت أخذت أجرة رضاعه من ماله، فإن كان له مال، يعني فإن كان
أخذت أجرة رضاعه من مال، يعني الأب توفي وترك مالا للولد، تأخذ الأم أجرة الرضاع من مال الولد، وإلا فمن مال الوارث الأقرب، والله أعلى وأعلم أنه وارث الصبي، لأنه ربما كان الصبي الصغير هو الوارث، أو على الأقل هو أحد الورثة، فكيف نوجب على ورثتي، يعني كيف يكون الأمر على نفقة الولد على نفسه، ولكن هذا هو المقصود، لأنه وارث الأب، الصحيح أنه على وارث الصبي. وهذه الآية اعتبرها الحنابلة أصلا في نفقة الأقارب على من تجب، وليس عندنا دليل أصرح من هذه الآية في مسألة نفقة الأقارب على من تجب إلى أي درجة. الصحيح أن ينظر على ظاهر هذه الآية، إن اللي جابوا أقوال أخرى يعني كل ذي رحم محرم، كل ذي رحم، نقول طب إيه الدليل على وجوب النفقة بمجرد الرحم؟ وصلة الأرحام أوسع من ذلك، صلة الأرحام واسعة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بأهل مصر، بأهل مصر خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، عشان هاجر بعد كم قرن، ده بعد نقول كان ممكن تبقى مئات القرون او عشرات القرون على الاقل، يعني بتاع اكتر من 2000-3000 سنة، والرسول راعى ذلك الايه الرحم. فاذا كان الامر كذلك يبقى تبين ان لماذا نخص ذو الرحم المحرم بانه هو الذي تجب عليه النفقة، مع ان معنى صلة الارحام واسع. طيب امال هنحددها ازاي؟ عشان كده بنقول ان على الوارث مثل ذلك، انها اقرب دليل على مسألة وجوب النفقة، او هو ما عندناش دليل تاني الا مجرد الرأي والاستحسان، فنحن نقول بها. ده مذهب الحنابلة، يعني يفرض ان هذا الصبي او هذا الذي تجب نفقته لعجزه وضعفه مات، ينظر من الذي يعني الذين يرثونه في تلك الحالة. الورثة دول تقسم عليهم الايه النفقة بقدر إرثهم. القول الثاني انهم على الوارث، على الوارث المذكر، لان النساء لا يجب عليهن نفقة، مع ان هذا الامر اذا كان لهن مال، ما الذي يمنع ان يجب على الام اذا كان لها مال ان تنفق على ولدها؟ وذلك لان هذا الامر من الحقوق، الكلام ده من باب المواساة للضعيف والعاجز، بحيث لا يترك عاجز في المجتمع المسلم الا وقد وجبت نفقته على احد من الناس، فان لم يوجد انفقت عليه الدولة اللي هو مجموع المسلمين إذا لم يكن له وارث. عشان كده بنقول المسألة دي بنفترض إن اللي عايزين نبحث في من وجبت نفقته نفترض إنه هيموت، وبالتالي نقول مين الورثة بتوعه، وبناء على ذلك نقول هؤلاء وجبت عليهم النفقة. السؤال اللي بتسأل كتير جدا، إن الزكاة ينفع يدي الزكاة لأخته؟ تنفع تدي الزكاة لأخوها؟ نقول لهم إيه؟ عشان كده باختصارا نقول لهم إذا كان أبوهم عايش أو للطرف الفقير أولاد ذكور، يبقى الأخ ليس بوارث أو الأخت ليست بوارثة، مش كده؟ فبنقول لهم لو كان كده يبقى يجوز يدفع لهم الزكاة. ليه؟ لأن هو لا يجوز أن يدفع الزكاة لمن وجبت عليه نفقته. النفقة هتجب ازاي؟ النفقة هتجب مع فقره، وكون الشخص الذي يجب عليه النفقة وارثا. طب هنعرفه وارث منين؟ هنفترض انه هو هيموت عشان نعرف مين ورثته في هذه الحالة،
يعني لو الراجل اللي عايز يدي زكاة لأخته ده هي محرم له على مذهب أبي حنيفة لا يجوز، لأن هو بيعتبر إنها إيه؟ إن المحرمية هي التي تؤثر دون النظر إلى وراثة، حتى لو كانش وارث بقى يجب أن إيه؟ أن ينفق عليها إذا كانت فقيرة. فهو احنا بنقول لا، الصحيح عشان ما عندناش دليل على الحكاية دي، علشان الآية هي الدليل، فاحنا بنقول وعلى الوارث مثل ذلك. فهنقول إذا وجبت، إذا كان يرثها وجب عليه نفقة، وبالتالي يجب أن ينفق ولا يحتسبها من الزكاة. وإذا لم يكن وارثا لم يكن عليه نفقة وجاز أن يعطيها من الزكاة. هنعرف منين؟ هنقول دي لو كان لها أولاد صبيان يبقى هو أخوها مش هيورثها، ولو كان أبوهم عايش مش هيورثها. طب وإزاي وإذا كان أبوهم عايش؟ أفترض إن الأب ما ده ما عندوش إيه؟ مال، وإن الابن الأخ ده هو اللي عنده المال، لأن أحيانا بيبقى الوارث أيضا إيه؟ فقير. كل واحد إنما يجب عليه النفقة بقدر يساره وبقدر ما معه. يمكن أن يكون فقيرا وتجب عليه النفقة بقدر فقره، بقدر ما معه، يشارك ويواسي ولا يترك الأفقر منه بلا نفقة. قدر نصيبه في الميراث، كل واحد تقسم عليه. يعني هو عنده الولد ده مثلا عنده كذا أخ أو عنده كذا عم، وهم دول الورثة بتوعه، يبقى كل واحد يدفع إيه؟ قدر نصيبه. ولو بعضهم فقير لا يجد نفقة يبقى على الغني منهم. يبقى ممكن تبقى لو كانوا كلهم فقراء قايمين بنفسهم بالعافية هتبقى على الغني، لكن لو هو أصلا ما فيش غيرهم يبقى هنقول له على قدر ما عندك. زي ما الأب الفقير بنقول له يجب أن تنفق على أولادك، إزاي؟ على الموسي قدره وعلى المقتي قدره، مش هنكلفه إيه؟ ما لا يطيق. قال لا تكلف نفس إلا وسعها، يبقى إذن لن يكلف إنسان بما لا يقدر عليه. طب ما لو ما كانش يقدر يبقى النفق على مين؟ على واحد تاني يبقى قادر. قال وقيل هو الصبي نفسه، أي عليه من ماله إرضاع نفسه إذا مات أبوه وورث من ماله. طبعا هذا المعنى قد يكون صحيحا، لكن إيه؟ لكن لا تدل عليه الآية. وعلى الوارث مثل ذلك، يعني على الطفل ذلك، على دي صيغة إيجاب، على صيغة إيجاب خطاب للمكلفين. والصبي ليس مكلفا بأن يرضع نفسه، عشان كده قالوا عليه من ماله، يبقى تكلف في خلاف ظاهر الآية. وقيل هو الباقي من والدي المولود بعد موت الآخر منهما، فإذا مات الأب كان على الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال. وقيل وارث المرضعة يجب عليه أن يصنع بالمولود كما كانت الأم تصنعه به من الرضاع والخدمة والتربية. طب الاختلاف ده نقول الآية كان بتوجب على مين؟ إيه اللي خلانا نقول على الوارث، يعني وارث الصبي؟ إن إحنا بنقول إن هذا الأمر وجب لحق القرابة، يبقى أي القرابة أولى؟ الذي القرابة للذي ينفق عليه، قرابة الذي ينفق عليه. يبقى الصحيح في الآية أن وعلى الوارث مثل ذلك، وارث الصبي إذا مات أبوه. كانت
ايوه بالظبط كده، ام مطلقه قبل وفاه الاب ومات الاب، من الذي عليه نفقه هذا الطفل وكسوة على التي تاخذها المرضعه الوارث الطفل؟ فان اراد فصالا اي فطاما عن الرضاع والتفريق بين الصبي والثدي، لانه بيفصل بين الصبي وبين الثدي عن تراض منهما اي على اتفاق من الوالدين اذا كان قبل الحولين وتشاور يشاورون اهل العلم في ذلك حتى يخبروا ان الفطام قبل الحولين لا يضر بالولد، يعني اهل العلم في الحاله دي الاطباء يعني في زماننا، ممكن يكون بالخبره في زمن اخر، ربما يكون في زماننا ان مصلحه الطفل في الفطام مع ضعف الام الشديد وقله اللبن عندها، يبقى في الحاله دي هنقول ايه؟ هنقول الفطام اولى. قال تعالى: فلا جناح عليهما في ذلك الفطام. لأن إكمال الحولين الكاملين ليس بواجب إلا إذا اختلفا. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، خطاب للآباء لا للأمهات، أن تسترضعوا أولادكم غير الوالدة فلا جناح عليكم إذا سلمتم إلى الأمهات ما آتيتم من أجرهن بحساب ما قد أرضعن لكم. وقيل: إذا سلمتم ما أردتم إعطاءه إلى المرضعات. ده الصحيح، يعني هي الأم التي لن ترضع لن تستحق. إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ما آتيتم المرضعة، لأنها هي التي تستحق الأجرة في هذه الحالة، بالمعروف مستبشري الوجوه ناطقين بالقول الجميل مطيبين لأنفس المراضع بما أمكن، يعني تطيب نفسها وترضيها في النفقة. وهذا الكلام رغم أنه خطاب للآباء، إلا أن الأم مقدمة في ذلك إذا رضيت بنفقة وأجرة المثل. إذا كانت الأم مطلقة و كان هناك نفقة مثل وكسوة مثل تأخذها المرضعة الأخرى ورضيت الأم به بهذه النفقة، فهي يلزم أن يسلم الطفل إليها لحقها في ذلك، لأن أخذ الطفل منها بلا سبب إضرار به، والأصل أنها أرفق الناس بهذا الطفل وأعظم اهتماما به وأحن عليه. لكن إن تعاثروا طلبت هي الزيادة، لم تسمح نفس الزوج أو المطلقة نفس الأب بالزيادة، فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعة. هل من حق من ضمن النفقات الواجبة من حق كل من وجبت نفقته على آخر إذا كان عنده مال يكفيه، سواء كان أبا أو ابنا، احتاج الطرف المنفق عليه للزواج، فإن ذلك من واجبات النفقة. نعم، من النفقة الواجبة. بس خدوا بالكم، احنا بنقول طبعا الكلام ده كلام مبتدئ، بس احنا بنقول اصلا الانفاق في الزواج في زماننا داخل في التحسينات بطريقه زائده جدا، من قدر الواجب الضرورات والحاجيات. عشان واحد يروح يخطب يدفع 10,000 جنيه، عشان كده بنقول اهو ان الامر ده نتيجه تغير اعراف الناس
وتحول التحسينات عندهم إلى ضرورات مع أنها لا تزال تحسينات. أيوة بس ده لا يعني ده لا يعني أنه صار على غير صفتي. اللي عرفت تغيرت عشان الناس هيموتوا نفسهم لو ما كانش عندهم هدوم جديدة كل عيد، لو ما كانش عندهم سيراميك في الحمام مثلا، يعني لو ما كانش بوتاجاز 5 شعلة. هذا الكلام كله ليس بلازم. عشان كده احنا بنقول لما نيجي نخرج الزكاة في نفقات الزواج لواحدة عايزة تتجوز او واحد عايز يتجوز وفقراء وعايزين نساعدهم، ويقول لك ينفع من مال الزكاة؟ ينفع في الضرورات والحاجات، الحاجات اللازمة. اما هنقول على سبيل المثال الستاير اللي تستر العورة، وليس ان انا اجيب نجف وسجاد وستاير من الحيط للحيط وطقمة و600 فوطة في المنوفية 600. في احد القرى بيقولوا لي بيجيبوا كم فوطة للعروسة، خراب بيت للأب 600 فوطة، ليه هيعملوا ايه بيهم؟ فمثل هذا العرف ده تبقى فضيحة لو ما جابوش كده. احنا عندنا بيبقى اقل من كده، انت عندنا ممكن دستتين كفاية دسته الحقيقة انها اقل من كده تكفي الحاجة. يعني لو جابوا لهم فوطة للرجل وفوطة للمرأة تكفي ولا تكفيش؟ لا تكفي. تكفي والله. هيتغسلوا ويستنوا شوية، ولو هم يعني استعمل التانية لو خلدي واحدة احتياطي كمان يعني ثلاثة هنقول ده هذا هو القدر الوالد. هيحتاجوا مثلا الى اناء لطهي الطعام، بالتأكيد هيحتاجهم الى ماشي كل الحاجات. انا اقصد الاشياء الضرورية والحاجية هي التي تجب. فمسألة يجب ضمن النفقة الواجبة على الأبي لولده وعلى الابن لوالده. افترضوا الأب ده زوجته ماتت والابن معاه فلوس والأب عايز يتجوز يحتاج للزواج، يجب على الابن أن يزوج أباه، ويجب يعني كل من وجبت نفقته. إذا احتاجت الأم إلى الزواج وجاءها كفؤها فيلزم أن تزوج. بس طبعا من المسألة بقى ان في نفقات يعني على طرف الام دي، ده امر ليس بواجب على طرف المرأة. يعني المرأة ليس عليها اي نفقات في الزواج، انما هي على ايه؟ على الزوج. العرف ده ليس بواجب، ده امر خلق حسن. لقيت واحدة بعتلي عايزة حاجات في الزواج فتبقى السيراميك، فانا ما استغرب ولا لا السيراميك على العروسه بقى تديني السيراميك ولا ايه؟ انت طالع طعم السيراميك ده حلو. استغرب حلو السيراميك؟ ما انا لقيت السيراميك ده اغلى حاجه مش كده؟ ثلاثة و ها؟ لا استلس طيب اغلى حاجه؟ لا الاغلى استلس الحلقة الأمونيا لا تجوز؟ لا عشان بقديمة. هذه بقى اللي بنقوله، هو ده الكلام ده الذي يعني يحدث بسببه الخلل. تقوى الله عز وجل هي أساس المعاملة في هذا الباب وفي غيره. لو لم يتقي الناس ربهم عز وجل لما أدوا الحقوق. اتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. من راقب الله سبحانه وتعالى اتقاه، من علم ان عمله مراقب من الله سبحانه وتعالى اتقى ربه سبحانه وتعالى وعمل بما وجب عليه. احنا بنكتبوا الاسئله بقى عشان هذا الأمر يعني الأصل فيه وجوب الاستئذان.
الاستئذان. لا لو هو كده يبقى فاسق. لو هو مش هيزوجها هيمشيها عشان ما يدفعش يبقى فاسق. يبقى تسقط ولايته. يبقى تسقط ولايته. قال باب ما نزل في عدة المتوفى عنها زوجها وتعرضها للخطاب وغير ذلك. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف الله بما تعملون خبير. قال أي الذين يموتون. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أي الذين يموتون ويتركون النساء ينتظرن بأنفسهن قدر هذه المدة 4 أشهر وعشرة. ووجه الحكمة أن الجنين الذكر يتحرك في الغالب 3 أشهر والأنثى 4 أشهر. كلام غلط طبعا. كلام غلط. ما لا فرق في الحركة بين الذكر والأنثى. تكلف. هناك حكمة خفية لهذه المدة بالضبط. البعض من المعاصرين يقول البصمة الجنسية ونحو ذلك إن الأنثى التي عاشرها زوجها تبقى ما دون هذه المدة كأنها لا تقبل يعني جماع رجل أجنبي. ويرد على هذا الأمر أن هذا الأمر في حق التي لم يدخل بها أيضا. الذين يتوفون منكم عامة في من دخل بامرأته ومن لم يدخل. ولذلك المسألة دي مسألة لها حكمة خفية الله أعلم. يقول فزاد سبحانه 10 لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلا ولا يتأخر عن هذا الأجل. على أي الأحوال سوف يعرف الناس في يوم من الأيام الحكمة في هذه المدة وهي أكثر العدد إلا ما كان من وضع الحمل إذا كان أكثر منها. لكن أكثر العدد المقدرة من أيام والشهور هي هذه العدة تعظيما لحق الزوج. وظاهر هذه الآية العموم لأنه قال والذين يتوفون منه وأن كل من مات عنها زوجها تكون عدتها هذه المدة. ولكنه قد خصص هذا العموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإلى هذا ذهب الجمهور وهو الحق وليس أبعد الأجلين كما قال ابن عباس. يعني إيه أبعد الأجلين؟ يعني عندنا أجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وضع الحمل ده ممكن يكون بعد الوفاة بيوم 10 أيام ممكن يكون بإيه 9 أشهر 8 أشهر. إذا المدة دي كلها هتبقى إيه؟ هتبقى عدة. ابن عباس رضي الله عنه يقول لو كان وضع الحمل أقل من 4 أشهر وعشرة تتمم العدة إلى 4 أشهر وعشرة. وإذا كانت 4 أشهر وعشرة قبل وضع الحمل يتمم إلى وضع الحمل. فهمنا القول ده؟ أبعد الأجلين. يعني 4 أشهر وعشر جت الأول نستنى لغاية آخر مدة الحمل ماشي كده. ولو إنها وضعت قبل 4 أشهر وعشر تستنى 4 أشهر وعشر. عندنا النص الصريح حديث سبيعة الإسلامية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قد حللتي فانكحي إن شئت. وضعت بعد موت زوجها بشهر أو بأيام
فلما تعلت من نفاسها تزينت الخطاب. لما انتهت من نفاسها تزينت الخطاب. ابن عباس كده ده قول قول ابن عباس اجتهاد منه في الجمع بين الايتين. احنا عندنا هنا تعارض عمومين، عموم والوالدات يرضع وقوله عز وجل وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن، وعموم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24. معنى كده؟ طب نرجح أنه عموم. ابن عباس قال نعمل بالعموم ده في حالة أنه هو الأكثر، ونعمل بالعموم الثاني في حالة أنه هو الأكثر. طب لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ فيش دليل على كده؟ قوله هو فقط اجتهاد منه أن نراعي حق الزوج نطول العدة قد ما نقدر، ولكن النص الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عموم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن مقدما قاضيا مخصصا للعموم الآخر. عموم آية البقرة اللي هي تربصنا بأنفسنا 14. يعني لو وضعت حملها قبل 14 فقد حلت وانتهت عدتها وانتهى حدادها. وإذا ظلت أكثر من 14 فهي تنتظر إلى وضع الحمل. احنا بنقول ان حرمة الزوج ده في حقوق اخرى للمرأة مش هنطور عليها وخلاص. احنا نرجح ده نرجح ده، والسنة رجحت ده. ما هو 14 لما يكون ما هياش حامل. الشرع هو اللي قال لو هي حامل هتضع حملها تبقى تنتهي العدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر. الخلاف في المسألة دي ضعيف جدا وغير صحيح، عشان الحديث النص فيه، حديث النص حديث سويع الأسلامية، هو زوجها قتل فبعد أن انتهت زينت للخطاب فقال لها أبو السنابل أحد الصحابة أتريدين أن تنكحي؟ والله ما أنت بناكحة حتى تمر عليك 14. فشدت عليها ثيابها وضعت الخمار بتاع الجلباب بتاعها وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت فانكحي. الكلام ده كان إمتى؟ في حدة الوداع آخر الأمرين، يعني زمنا وإيه وحكما. يقول وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن لسبيعة الأسلمية أن تتزوج بعد الوضع، حديث رواه البخاري ومسلم. وظاهر الآية عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة وذات الحيض والآيسة. فقيل عدة الأمة نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام، الأول أولى، وده قياس في الحقيقة، والعموم أولى. رغم أن كثير من أهل العلم يقول في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها أنها تنصف، وإحنا عندنا حديث صحيح في تنصيف الحيضات الثلاث، وليس طبعا حيضة نصف. قال النبي صلى الله عليه وسلم عدة الأمة حيضتان، يعني إذا كانت مزوجة. وتطليقها تطليقتان، يعني هتحرم على زوجها بعد ايه؟ بعد تطليقتين حتى تنكح زوجا غيره. الحديث ده حديث حسن. قال وفي حديث عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 14.
أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه وضعفه أحمد وأبو عبيد صحيح وضعيف. قال الدارقطني الصواب أنه موقوف. المشكلة كلها في إيه؟ هو في رفعه أنه قال سنة لا تربط علينا سنة نبينا. كان الشيخ الألباني صححه الظاهر وصححه مرفوعا. اللي رفعه قبيصة ولم يسمع من عمرو. أما إن عمرو قال كده فهو كذلك. وقال أبو حنيفة تعتد بثلاث حياض. وقال أحمد بالأول. قال مالك والشافعي عدتها حيضة. نعلي الصوت حاضر. الخلاف ده كله في مسألة ايه؟ الأمة. الأمة احنا قلنا الحديث صحيح ان عدتها حيضتين. وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية ناسخة لما بعدها من الاعتداد بالحول، اللي هي قوله سبحانه وتعالى الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية وصية إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا من فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. يقولوا هذه ناسخة. الصحيح أنها ناسخة للوجوب ولكن يبقى الاستحباب. لا، استحباب أن لا تخرج المرأة من بيت الزوجية إلى زنا، وحيأتي الكلام عليها إن شاء الله. لأن تبقى في منزل الزوجية وأجرة المسكن خلال فترة العدة من مال الزوج الذي تركه أو ورثته. أربعة أشهر وعشرة دي على أي الأحوال تبقى في منزل الزوجية حتى ولو لم يدخل بها، يعني ما دخلش بيها ومات عنها زوجها، تعتد بأربعة أشهر وعشرة. قال فإذا وإن كانت هذه الآية متقدمة في التلاوة إلا إن هي التي نزلت متأخرة، عشان كده نعرف إن ترتيب آيات القرآن حتى داخل السورة الواحدة ليس زمنيا، ليس بترتيب المصحف ولا بالزمن. معلوم ان معظم جزء عامة كله ايه؟ مكي. سورة البقرة سورة ايه؟ مدنية. حتى داخل السورة الواحدة هنلاقي ان في ايات بتنزل ويأمر جبريل عليه السلام ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر جبريل بأن يضع الآية الفلانية في الموضع الفلاني. ترتيب صور آيات السورة الواحدة توقيفي باتفاق بلا نزاع، ولكن ليس ترتيبا زمنيا. كان بتلزم بيت الزوجية بتاعها فترة العدة وأحكام العدة بتاعتها، هل هتبقى يعني زيها بالظبط أحكام العدة اللي لم يدخل بيها؟ ما هو لسه ما اسكنهاش، هتبقى في البيت اللي هي مات زوجها وهي فيه برضه، إن هي مات بس أربعة أشهر وعشرة، يعني ما يدخلش عليها الليل إلا وهي في بيتها. أيوه في البيت اللي هو نفس الأحكام، لا دي أحكام الحداد. أيوه يعني مسألة إن ما يدخلش عليها الليل إلا وهي في البيت، وكذلك ما تتزينش ولا تلبس الحلي ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تلبس ولا تتعطر ولا تتطيب ولا تكتحل، كل هذه الاحكام احكام الحداد اللي هي فرع على الايه؟ على العده. ماشي كده؟
دي احكام الحداد تلزم كامله ما لم يدخل بها ايضا. نعم تلزم على عموم الايه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه يتربصن بانفسهن 14 شهر، يبقى لابد ان تبقى في منزلها. لا ما هو ما يسافرش بيه، ما يسيبها في نفس المنزل الا لو كان المكان مخوفا. احنا الحاله اللي هنجوز للمراه انها تخرج من منزل الزوجيه او المنزل الذي توفي زوجها وهي فيه اذا كان مخوفا، اذا كان في خطر عليها، او اذا كانت على سبيل المثال عاجزه عن خدمه نفسها، ست كبيره ولا يوجد من يخدمها في بيتها ولا يقدروا الناس انهم يسيبوا اولادها يسيبوها مثلا، يبقى في الحاله دي هتنتقل. يبقى هنقول ننتقل للضروره وليس ايه للحاجه. الضروره دي معناها هيبقى فيها لاج، الحاجه هيبقى اريح لينا. بنقول المرأة المعتدة لا تخرج من بيتها نهارا إلا للحاجة وليلا إلا للضرورة. الحاجة دي واسعة شوية. نعم نهارا تخرج، تخرج لصلاة العيد، تحتاج هي أن تشهد الخير وتخرج لدروس العلم نهارا، لأن الرسول أذن لنساء شهداء بدر أن يجتمعن في بيت إحداهن للمواساة، فإذا جاء الليل انقلبت كل واحدة إلى بيتها. المواساة دي المواساة علشان إيه؟ يعني من غير تطيب الخواطر، فهناك الحاجات الأخرى دي يبقى هي عايزة تستريح بأنها تروح المسجد، يبقى أولى من أنها تستريح بإيه؟ بأنها تقعد تتكلم مع واحدة مصيبتها زي مصيبتها. زي ماشي لا بقى تحضر من غير ما تتزين، وتحضر ايه نهارا ايضا، تقول لهم الفرح يعملوا العصر. ما ينفعش تطرح بالنهار تروح بالنهار برضه بالنهار. لا لا دي مش ضروره بقى، ضروره بتولع، ضروره الست كبيره ومش قادره تخدم نفسها، ما بتعرفش تطبخ ولا تروح دوره الميه ولا نحو ذلك، هتتضرر، هيحصل ضرر بالغ حقيقي. والدتي مات عنها زوجها ولم يدخل بها، فضلت بيت والدها. نعم. واذا الاب نفسه اعترض على فتره العده ان هو يعني يحس بالزوج خلاص، دي احكام الشرع. بعض الاباء يعني في شده شويه من الناحيه دي، هيضربها يبقى تخرج، مش هيضربها يبقى ما تخرجش. أبوها إذا كان يلزمها بالخروج من المنزل الذي وجبت عليها العدة فيه بإكراه بالضرب جاز لها أن تخرج لأنها مكرهة، إذا وهو الآثم، وإذا لم يكن فليس لها أن تطيعه. هيزعل منها، يزعل، الإكراه مش بالزعل. قال فإذا بلغن أجلهن أي انقضاء العدة فلا جناح عليكم. الخطاب للأولياء وقيل لجميع المسلمين، وده أقرب، إن كل المسلمين ما عليهمش إثم، لأن المسلمين مسؤولين عن إقامة الشريعة، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا فعلت بالمعروف ما شاءت وخرجت وتزينت للخطاب فلا جناح علينا ولا حرج علينا. وخطاب للأولياء أيضا بالأولى لأنهم ضمن المسلمين، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم من التزيين والتعرض للخطاب والنقلة من المسكن الذي كانت معتدة فيه. يعني احنا نقول هتتزين، هل يجوز تزين الخطب؟ نعم،
الكحل والخاتم ونحو ذلك يجوز أن تتزين الخطبة. وعلى قول من يقول يجوز للخاطب أن ينظر إليها في ثياب المهنة، يجوز أن تظهر ذلك لك. فنحن لا نستريح لهذا القول، وإنما نستريح للقول بأن الخاطب ينظر إلى الوجه والكفين، ولذا جازت زينة الوجه والكفين. التعرض للخطاب يعني تستقبل من أراد أن يخطبها، النقلة من المسكن تخرج إن شاءت. يقول وبالمعروف الذي لا يخالف شرعا ولا عادة مستحسنة. الصحيح أنه المعروف الذي لا يخالف الشرع، المعروف هو ما عرف في الشرع حسنه، وأما العادات فقد يستحسن الناس أشياء مستنكرة، ولذلك لا عبرة بالعادات والأعراف التي تخالف الشرع. وإذا ثبت ذلك لم يصح أن يفسر المعروف بأنه ما تعرف عليه الناس. لماذا؟ لأن الناس إذا تعرفوا على منكر وجب تركه، فلم يصح تفسير الأمر بالمعروف ما تعرف عليه الناس، إنما المعروف ما عرف بالشرع حسنا. الأمر بالمعروف ليس الأمر بما تعرف الناس عليه. قد تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. المعروف كلمة تكررت في القرآن كثيرا جدا، فالمعروف هو ما عرف في الشرع حسنا. طب ما احنا بنقول في النفقات ما تعرفوا عليه، لان الشرع ردنا الى ذلك. فالحاجه اللي الشرع ردها للعرف هي اللي هتبقى العرف معتبر. وقد استدل بذلك على وجوب الاحداد على المعتده عده الوفاه، وقد ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من غير وجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. رغم أن ظاهر الحديث الإباحة، إلا أن الإجماع على الولود، وللأحاديث الأخرى أنه استؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض التزين للعلاج فلم يأذن صلى الله عليه وسلم، وقال قد كانت إحداكن، تقول إيه، عن أم سلمة، روى البخاري ومسلم عن أم سلمة أن امرأة توفي زوجها فحشوا عينيها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل، الكحل عشان كعلاج يعني. فقال لا تكتحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها، حلس اللي هو متاع البيت، أو شر بيتها، يعني أسوأ مكان في البيت، مكان وضع الزبالة في الجاهلية كانوا يحطوها في أسوأ حدة، في شر بيتها، فإذا كان الحوض فمر كلب رمت ببعرة، يعني إيه رمت ببعرة؟ كأنها خلفت، يعني عارفين كسروا قلة؟ كان في الجاهلية بقى قبل الإسلام يعملوا إيه؟ ترمي بعرة، وبعدين كانت بتقعد السنة دي لا تمس ماء، حاجة فظيعة. يعني كان الحداد في الجاهلية أمرا مهينا لكرامة المرأة، لكرامة الإنسان. يقولوا كانت تفتض بقى، يعني هي تستنى مثلا بدم الحيض ومفيش مية، تقوم بعد ما يعني تنتهي تفتض، يعني إيه، تمسح مكان الفرج بخرقة أو نحوها وتلقيها مثلا على حيوان أو كده أو طائر، فقلما يعيش منة الايه الشيء الثوب الذي افتضت به.
يعني بيموت من كتر نتن وعفن الايه الشيء الذي تمسح به. فكان وضعا فظيعا جدا. فجاء الاسلام بجواز الاغتسال بل وجوبه عندما تتطهر من الحيض، وانما منع من الايه من الزينه ومنع من الخروج. ولم يعني الزينه بقى تشمل الثياب الملونه، على فكره الكلام ده في البيت ايضا، يعني حتى الملابس الداخليه يبقى لازم تكون لها ملابس للعده. حق الله لحق الزوج، حق الله اوجبه لحق الزوج، تعظيما لحق الزوج. يعني ما ينفعش تلبس ملابس داخليه ملونه، لا تلبس الا ثوبا غير مصبوغ، الا ثوب عصب، مش موجود دلوقتي ثوب العصب. ما نعرفش الداخليه دي، فكان لبس ظاهر هو ده، ما كانتش تعرف تتعلم. ادينا بنقوله عشان كده. بس جات لي ست كبيره، استغفر، جات لي ست كبيره بعد وفاه زوجها بشهر كده. اه يا حاجه حتى ضحكوا، لا ما ينفعش كده يا حاجه، العده 4 شهور و10 ايام. قالت لا بوقفي على كده. فعلي كده. طبعا نساء كتير قوي بيفضلوا لابسين الدبله الذهب بتاعت الزوج. يا لا يجوز لبس الزينه من الذهب والفضه مطلقا، يعني لازم تقلع دبلته والحلقان والسلاسل والاساور والخلاخيل، لا تلبس اي حليه اثناء فتره العده، لا تكتحل، ما تحطش مكياج، تلبسش قلنا ثياب مصبوغه الا توبة عصب. توبة عصب ده كان الغزل اللي هو بيتعمل منه الثياب دي، الغزل بيبقى حبال كده بس عباره عن خيوط، فيقوم يصبغوها بشيء اصفر. فالصبغه دي تيجي على فين؟ على الخيوط اللي بره بس واجزاء من اللي جوه، وبعدين ينسجوه على كده، فالخيوط اللي اتصبغت اصفر هي اللي هتفضل صفرة، هتخش وسط الايه الخيوط البيضاء، فده الثوب الايه العصب، ماشي كده، هيبقى فيها خيوط صفرة وسط الثوب. يعني تلبس كحلي ورصاصي واسود وبني، الاصل في 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 الثياب البيضاء، اصل البيضاء، الاصل البيضاء. واجاز الجمهور الاسود والكحلي والبني الغامق الذي لا يراد للزينه. لو كان في حاجه ترد للزينه تمنع، يعني اسود ملعلع كده ها؟ مثلا لو حرير، نعم، والحرير من اللي لمعه والستان والترتل. بالنسبه لنا الابيض دلوقتي هو الزينه، يعني بيعتبر هو الزينه. لا ما فيش تحتد في الابيض، تحتد في الابيض، عايزه تلبس اسود تلبس اسود على الراجل. ها؟ ازاي؟ ما هنا هيتوصل طب ما احنا بنقعد معاكم عشان عشان ننشر العلم ان الثوب المصبوغ لا يجوز. اجازوا المصبوغ بالاسود والايه والكحلي ونحو ذلك عشان لا يراد للزينه، ولكن ان الابيض هو الاصل ثوب غير مصبوغ. طب نفس الاحكام يا شيخ بالنسبه لباقي المحارم؟ نفس الاحكام بالنسبه لايه؟ باقي المحل، يعني اخ او اخ تخلع الحرم والدبله وكل حاجه، 3 ايام عايزه تعتد بالصوره دي، بس ده مباح شويه. يعني مساله ترك الطيب وترك الزينه على ميت غير الزوج مباح 3 ايام وليس واجبا. الوجوب على الايه؟ على الإحداد على الزوج. هي لبس لون معين مباح له، وليس أنها معتدة أو حادة. يعني لو راحت عايزة تلبس أسود ده ليس من المحرمات، ولكن لبس الاسود من الايه؟ من المباحات ولا مستحبات؟ يعني الاسود مستحب؟ يعني هذا الامر من المباحات. يعني
لان الاسود من المباحات. ما انا عارف انها عادات، بس انا ببص للعادات دي، الشرع حرمها ولا اباحها؟ لو هي معتقده انه يجب شرعا لبس الاسود لها للي رايحه تعزي، تبقى بدعه عشان اعتقادها. هنقول لها ايه؟ اعتقدي ان هو من المباحات، ماشي، وتلبس زي ما هي عايزه، لان لبس الاسود وغيره من الالوان من المباحات. والله الامر ده ليس بمستنكر. اللي مش اللي رايحه تعزي من غير ما تلبس اسود ما عندهاش حاجه، مباح. نقول الدنيا اتغيرت وباظت؟ لا، ما باظتش ولا حاجه. اللي عايزه تلبس اي لون طالما ما انا بقول اهو مباح، ده مش متعلق بعدم مراعاه الشعور. بس الناس هي اهو ده بالظبط بتتكلم على الاعراف اللي طاغت على الناس، ان ده اللي كده ما بيحترمنيش. على فكرة مثلا كان في من 30 سنة 40 سنة كان الواحد اللي ما يسلمش على واحدة ما بيحترمهاش، وياما خناقات كتيرة جدا في أبيات بيوت الملتزمين علشان ايه؟ عشان ما سلموش على واحدة. ازاي؟ ده ابوها يتخانق وعمها يتخانق واخواتها يتخانقوا والدنيا تتقلب علشان ايه؟ عشان العرف ما احترمتهاش. فكذلك موضوع الاسود ده، اللي عايزة تلبس اسود تلبس، ده مباح، واللي عايز ما تلبسش ما تلبسش. واجب التعزية لا يجب فيه السواد. طب بعض البلدان يعني والقرى يعني بيستعيبوا ان المرأة بعد موت زوجها انها تلبس اي لون غير الاسود طول عمرها، فده الوحيد بقى يعني لبسها بقى التزامها بهذا العرف يعني يعتبر مباح؟ لا، لانه على سبيل الالزام. اقصد بقى اللي بيلتزموا ان عمرها بعد ما يموت جوزها فتلبس بعد انتهاء العده الا الاسود، ده في الحقيقه امتداد لنوع من الحداد عندهم، ويمنعوها من اي لون ويلزمونها بذلك. هذا الالزام بدعه ضلاله. وطول العمر ليه؟ اهو ده بالظبط بقى زي ما كان يعني بعض الاعراف انها اذا مات جوزها ما تتجوزش، اقعد ربي عيالك. عايز تتجوزي ليه؟ انت كفاياك، انت خدتي خلاص. او ده عشان كده يفسق من فعل ذلك ويكون عاضلا تسقط ولايته، يعني سواء اب او اخ او ابناء اذا كانوا هم الاولياء. اللي يعمل كده منهم ويقول لها انت عايز تتجوزي ليه؟ كفاياك بقى، اقعدي كده لغايه ما تربي عيالك او لغايه ما تموتي. مثل هذا الكلام ضلال منكر، يفسق من فعله. يقول وكذلك ثبت عنه في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم في تكملة الحديث بتاع المرأة التي استأذنوها صنم في الكحف، فقال فلا حتى تمضي 4 أشهر و10. عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، والعصب من برود اليمن. لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا. الأحكام دي نتيجة البعد عنها أصبحت مجهولة جدا عندهم، إن الحداد لما حد يجي يقابلها أو تذهب أو تخرج تلبس أسود، وأما إذا كانت داخل البيت تلبس ما شاءت من ألوان، تلبس بقى مورد ومنقوش وما فيش مشكلة، وتظل على حليتها أيضا، ولا مانع أن تستعمل العطور. عشان كده المرأة المعتدة ما تستعملش صابون بريحة، تستعمل صابون غسيل. مش احنا المحرم ما بيستعملش صابون بريحة ليه؟ عشان احنا في صابون ريحته جميلة جدا طبعا، يعني ولا شامبو ولا بقى ولا شامبو ولا غيره. في شامبوهات من غير ريحة، دي طول ماشي، ريحة الديتول مش عطش.
الليمون مش عطر. اللي مطلع روحها ده زوجها ولا مش زوجها؟ ربنا قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 14 و10. طب احنا هنقول حاجه يعني اللي عرفها اديتها قد ايه؟ برضه يعني موضوع ان عرفها انا مش عارفها ده حق تقديس رابطه الزوجيه، تعظيم رابطه الزوجيه، ولان ده رابطه عظيمه هي فعلا، ده اساس بناء المجتمع، فده حق لله في شأن الزوج. بالظبط كده، موضوع زعلانه من جوزها دي موضوع تاني. صحيح، ده جوزها مات رغم انتهاء رابطه النكاح، يعني رابطه النكاح انتهت. مش بتنتهي بالعده يا شيخ؟ لا، بتنتهي بالموت. ما هتورثه ازاي؟ يبقى بتنتهي بالموت، يبقى كده ما كانش ينفع استنى اسماء تغسل سيدنا ابو بكر. التغسيل انتهت بالموت. التغسيل ده في احاديث فيه، ماشي كده؟ لا، لو مت قبلي غسلتوكي وكفنتوكي. في التغسيل والتكفين. ولكن على سبيل المثال المساله الحادثه دي بتحصل، يعني خدوا عينه من الزوج علشان يعملوا حقن مجهري. الزوج مات، الزوجة يتعمل الحقن المجهري بعد الوفاة؟ لا، لا يا بنتي، رابطة الزوجية انتهت. لو سمحت يا شيخ. نعم. تسافر نهارا وترجع، تسافر ترجع قبل المغرب. طب يا شيخ، مش بتنتهي يعني العلاقه الزوجيه بعد انتهاء العده؟ يطبح لها الازواج بقى لطول فتره العده؟ لا، ده زي الطلاق الباقي. الطلاق البائن، انتهت الزوجية ولم تحل الأزواج. قال: وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما النهي عن الكحل في عدة الوفاة والإحداد وترك الزينة، النهي عن الكحل والأمر بترك الزينة من الطيب وترك لبس الثياب الجيدة، جيدة هي المصبوغة، والحلي وغير ذلك. هو ما فيش غير ذلك، الطيب، الثوب المصبوغ، الحلي، الحناء من 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 الزينة. قال: ولا خلاف في وجوب ذلك في عدة الوفاة، ولا خلاف في وجوب ذلك في عدة الوفاة، ولا خلاف في عدة الرجعية، واختلفوا في عدة البائنة على قولين في موضوع الإحداد، والصواب أنه لا إحداد إلا على ميت، لا خلاف أن الرجعية تتزين لزوجها ولا يحرم عليها لبس الثياب المصبوغه ولا الكحل ولا الحلي ولا غير ذلك. واختلفوا في عده البائنه فاوجب الحنابله الاحداد عليها. والصحيح بل الصواب لا دليل على ذلك، وانما الوجوب على المتوفى عنها زوجها، ومحل ذلك كتب علم الفروع. احتج أصحاب أبي حنيفة على جواز النكاح بغير ولي بهذه الآية، عشان ولا دلالة فيه، لأن ما فعلنا في أنفسنا من التعرض للخطاب. يقول: لأن إضافة الفعل إلى الفاعل محمول على المباشرة
وأجيب بأنه خطاب للأولياء، ولو صح العقد بغير ولي لما كان مخاطبا، فلا جناح عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.